عودي لكم مشاهدينا مع بقيه ضيوفنا او مع اولى ضيوفنا. رح نبلش صباحيتنا مع الموسيقى، مع غذاء الروح، وخاصة لما تتوظف الموسيقى بأهداف وطنية وأهداف لبنانية. بدنا نرحب نحن وياكم بكلوي فخوري كازان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شرفتينا. حضرتك ضيفتنا دايمة، سبق وطلعتي معنا. مظبوط. بدنا نرحب فيك ترحيب خاص. بدي أذكر أن حضرتك مؤسسة ورئيسة نادي باخوس الاجتماعي. يا أهلا وسهلا فيك. مرسي. يا ريت هيك نرجع نتذكر شو اهداف هيدا النادي، لننطلق منه هيك نشوف الابرز الانجازات اللي طبعا نحن فخورين فيها. انا رح ذكر بسرعه، النادي اسسته بعد انفجار بور بيروت، اهدافه متعدده. اول شيء كان لتكريم بيوت بيروت بعد الانفجار، تكريم الناس يلي خسرت افراد من عائلتها، ولكمان نفتح البيوت لان بوقتها كان في الازمه الصحيه والناس معزوله كثير، انلغت انسانيتنا، فهيدا الشيء ساعدنا نرجع نعمل حفلات بالبيوت. وكمان لندخل الثقافه، وخاصه ندخل الثقافه الموسيقى الكلاسيكيه على البيوت، ونساعد الفنانين اللبنانيه يشتغلوا، نفرج العالم كله انه عندنا فنانين عظيمين بلبنان بيعزفوا. شو حلو. عندي سؤال مدام كلوي عن الاشخاص اللي عم تعزف، يعني في هيك لوحات بانوراما كنا عم نشوفها، هلا كمان رح نحضرها مع المشاهدين، مين هن هالاشخاص؟ هن فنانين لبنانيه، يعني عملنا ليريك مع فادي جنبار، مع ماري جوزي مطر، عملنا باروك مع فريد رحمي، مع لي كورد ريزونانت، عملنا تانغو مع مايكل اسيان اند فريندز، عملنا مع كثير، يعني في عملنا كمان ام كلثوم مرتين مع ميوزيكا، هن انسامبل ميوزيكال من زحله، مع رئيس المجلس الثقافي مارون مخول. حضرتك اللي عم بتنظمي هيدي كل الاجواء والاذواق؟ ايه انا بنظم شخصي. الموسيقى مبدئيا، ايه شخصيا. نعم كثير حلو. اوديس ميوزيكال هو هيدا يعني هيدا الشيء اللي حضرتكم موجوده معنا لنحكي عنه. اول شيء بالنسبه للتيتر، اوديسي او اوديس؟ اوديسي. اوديسي. ليش هذا التيتر؟ شو يعني؟ اول شيء الاوديسي ميوزيكال هي انا استوحيتها من الاوديسي كلاسيك، هي الملحمه يلي بننسبها لأومير، بينسبوها لأومير، بتحكي عن رحله اوليس وهو راجع من حرب طروادة يلي دامت 10 سنين، ويلي خلالها عاش كتير مغامرات، قابل كتير كرياتور ميثولوجيك. فأنا فكرت أعمل فواياج موسيقال، يعني خلي الناس تعيش رحلة موسيقية، تتعرف على موسيقيين مختلفين، على محلات مختلفة بنعمل فيها الموسيقى، مثل المتاحف، المكتبات، أتوليه دارتيست، غاليري دار، وكمان على توزيع مختلف، لأنه أوقات فينا نسمع نفس المرسو بس ما بيكون موزع بالطريقة نفسها، وهيدي رحلة جديدة واكتشاف جديد للببليك، كل مرة يسمع بتوزيع جديد وبنمط عزف جديد. نعم. وكيف كان الإقبال عليها؟ هلأ نحن بلشنا بعشرة تموز، كان الكونسير الافتتاحي بمكتبة ذوق مكايل، المكتبة البلدية، كان الكونسير اسمه ميستير باروك أو بالعربي الغاز الباروك، كان أكيد كونسير باروك مع فريد رحمي، ريتا أزديكيان، أنجلو خوري وجوزيف زعرور. الناس حبوا كتير، حبوا كتير جو المكتبة لأنه جو أنتيم، وكتير كان نعمل موسيقى بالمكتبة. أنا دايما يعني بحب نقي محلات غير تقليدية، غير تقليدية. ما بحب اعمل موسيقى بالامكنة التقليدية، وبنعمل كل سنة ببيت، لان هيك بلشنا بالبيوت. صحيح هلا اتطورنا، ما كنت عارفة انه رح نتطور، اوقات الاشياء بتتطور ما بنعرف كيف نفسرها، بس كل سنة بعدني بعمل كونسير ببيت. نعم. باروك اللي كانت ببلدية الزوق، كمان بلدية الزوق كان هي كمان محل، مكان مقصود، وخاصة يعني مكان جدا ثقافي، وقد ايه هذا الشيء كمان بيعكس، يعني في بصير في تمازج
بين الانسجام بين المعزوفة وبين الأجواء الأدبية والثقافية. غير باروك اللي ببلدية الزوق، شو غيرها من الأنشطة قمتوا فيها وبأي المناطق؟ هلا من بعد الكونسير باروك ببلدية الزوق، عملنا ورا الكونسير الافتتاحي عشاء اسمه لو كونسيرتيست لنضل بجو الموسيقى يلي حابين نعيده كل سنة مع الأوديسي ميوزيكال. بثمانية آب عنا كونسير تانغو مع كارولين سولاج، بدها تغني، هي أساس سوبرانو بس هلا كمان فاتت بريبرتوار التانغو، ومع إلي معلوف على البيانو، اثنيناتهم لبنانية بس عايشين بباريس، بجالوري دار، جالوري لا ميزون دار نيكول كرم بالأشرفية. بعدين عندي من بعدها ب 30 أيلول بمتحف بيروت الوطني اوماج لأستور بياتزولا، فلوت بيانو. بعدين عندنا ب 14 اكتوبر لو ستابات ماتر دو بيرغوليزي مع السوليست دو بيروت. بعدين ب 18 اكتوبر عندنا كونسير اوماج للغنيه اللبنانيه مع انسامبل راند. وبالاخر بدي اعمل فيلم لانه حابه كمان دخل بالفستيفال فيلم نحكي عن فلورنس فوستر اللي هي انشهرت لانها كانت سوبرانو بتغني غلط، الغناء الغلط وعدم الريتم بغنائها ولبسها الكتير اكسنتريك، يعني تحط جوانح ريش، هيدا الشيء شهرة. فكتير القصة مهضومة لانه اثنين فيلم استوحوا من قصتها، هني مارغريت اي فلورنس فوستر. نحن رح نعرض فلورنس فوستر دو ستيفان فريز مع بتيت كونفرنس انا رح اعملها لخبر شوي عن هالسوبرانو. شو حلو، كتير حلو الفكرة. مدام كلوي، رح تناولتوا كمان جانب كتير مهم اللي هو تكريم الفنان. قد ايه مهم اليوم الفنان القديم، يعني عمالقة او يعني نجوم الزمن الجميل يكونوا عم يتكرموا اليوم؟ مظبوط. هلا نحن كرمنا ام كلثوم وكرمنا الرحابنة فيروز، كرمنا ام كلثوم بزحله ومن بعدها كرمنا الرحابنه مع ميوزيكا والمجلس الثقافي الزحله، ورجعنا كرمنا ام كلثوم بطرابلس مع بمسرح الصفدي مع فيحاؤنا ومع جمعيه تراث طرابلس نهار عيد الموسيقى ب 21 حزيران. كمان عملنا نوع من النراسيون ميوزيكال، يعني عملنا انسترومنتال ما حدا غنى، بس بذات الوقت كنت انا عم بحكي بين كل مقطوعه ومقطوعه مش قصه حياه 100% بس البوان المهمين بحياه فيروز او بحياه ام كلثوم. شو حلو. وكيف الاصداء مدام كلوي؟ بتحس الناس بحاجه تسمع سير ذاتيه او سير حياه عم بيحبوا كثير، يعني نحن جربناها ولاحظت انه الناس كتير حبوا، بس عملنا ام كلثوم بزحله حبوا كتير، بس عملنا بطرابلس حبوا كتير، لانه الناس بيسمعوا الموسيقى بعدين مثل عم بيسمعوا قصه بصيروا ناطرين ليكفوا القصه، يعني بنخبرهم اياها طريقه ذكيه لجذب بطريقه قصه، مش ما بنقرا ما بقرا، يعني بنحكيها بطريقه قصه مع انكدوت مع اشياء كتير خاصه بحياتها ما بيعرفوها، بيصيروا الناس مبسوطين ناطرين بدهم يسمعوا شو بعد فيه شو الكماله، عم بيحبوا كثير. ودخلنا بتريبولي لدرفيش تورنور صوفي مع الطرب لانه اثنين بيوصلوا شوي لهالنشوه الروحيه المنقوله، فكان كثير دمج حلو بالفعل. مدام كلوي، مثل ما بنعرف نحن بلبنان وفي عنا كثير تحديات ومشاكل، هل عم بتعاني من بعض المشاكل عندك، بعض الصرخات، بعض الاصوات، بعض في شيء بتقولي لو هيك لا تكتمل هالاعمال الفنيه اللي عم تقومي فيها حضرتك؟ هلا مشاكل بكلمه بالمعنى، يعني ما في مشاكل كبيره، بس اكيد في وضع اقتصادي كثير صعب بلبنان، ونحن بلشنا بعد الانفجار واكيد بعد ازمه البنوك الوضع الاقتصادي صعب لان ما بقى في سبونسر كافي للاعمال الفنيه والموسيقيه، وصار واحد بده يعمل مثل ما بيقولوا افيك لي مويان دو بور، يعني صار كل شيء الواحد اذا هو عنده هوايه صار كل شيء هوايه، يعني قوه الهوايه هي بتخليه يستمر هيك اعمال فنيه. ايه، وقوه كمان لانه انا مش بس هلا انا عندي باسيون للموسيقى، بس كمان في شيء انه استعملت الموسيقى كسلاح، سلاح للرد على
على كل شيء عم بيصير من ازمات من لغتك كانت الموسيقى اللغه وما زالت الان بس عملنا ام كلثوم بزحله كانت الاجواء مش كثير منيحه الاوضاع العامه وفي كثار قالوا لي مش معقول قلت لهم هلا وقتها انه نحكي هلا وقتها انه نجاوب بالموسيقى نعم. فنحن بنفكر انه الموسيقى هي بتوحد بتجمع الناس بتوصلهم انه يعمقوا انسانيتهم ويصير عنده تفكير اكثر متسامح تهذيب النفس كمان 100% نعم. اثر شيء الوضع الامني السياسي الحرب شيء على الوضع ولا هلا شوفوا البارت اللي خاصه بالسياحه اكثر؟ للحقيقه انا ولا مره تاثرت باي وضع. لما عملت اول كونسير بعد الانفجار كان في كوفيد 19 وما كان في فاكسان بعد، ومع هيدا وكله عملناه بسالون مسكر. في كثير ناس انه انتقدوني قالوا لي شو عم تعملي؟ قلت اللي بحب يجي بيجي. برافو. وفي كثير ناس كانوا مبسوطين وسالونا امتى الكونسير الثاني، لان الناس تعبوا. نعم. تعبوا يضلوا مذهوبين، تعبوا يضلوا عايشين بالخوف. بالعكس يعني انا شو ما كانت العوائق بضل ماشيه ما بوقف، خاصه انه هيدا الكلاب يعني نشا باصعب الظروف. 100% فبعتقد ما بقى في اصعب من هيك ظروف ابدا، ما بعتقد يعني في اصعب المشاكل. يعني اصعب من الكوفيد، من الازمه الاقتصاديه. نعم. من الحروب. يعني خلق الكلاب ليجاوب على هيدي الاشياء، خاصه انه اهدافه للسلام هيك الداخلي وليبعث اشياء حلوه عند الانسان خاصه عند اللبناني. نحن بدنا نشد على ايدك ونقول لك شابو با. شكرا. اكيد احنا فخورين بامراه لبنانيه يعني عم تكون عم تقوم بهيدا الشيء، وتحديدا انه انت عم تكوني العقل المدبر، يعني انت اللي عم تخططي لكل هيدا الشيء. هلا اكيد كثير حلو، معي ناس بيساعدوني بس اكيد بالتخطيط وبالايماجيناسيون دي كونسير انا بعملها اكيد. عالم الفكره. اهلا وسهلا فيكي، رح نتوقف مقطوعه صغيره ونرجع ونتابع. شكرا لك، ميرسي كثير، وناطريني كلويت ان شاء الله تيجي تشوفي الارتانجو. اكيد كثير محمسه. ميرسي كثير. ميرسي. مشاهدينا رح توقف مع بريك صغير وبنرجع بنتابع معكم.